قال لك استقبلونا هذا كويس بارك الله فيهم وحصلنا معامله جدا مع كويسه، لكن مع انهم يكونوا تعبانين يبوا يرجعوا اليوم. اليوم متواجدين في قسم البحث الجنائي صرمان التابع لمديرية أم صرمان لتقديم مساعدات إنسانية للمهاجرات غير الشرعيات الذي نجوا من قارب كان على متنه حوالي أكثر من 20 شخص. معظم الركاب القارب لقوا حتفهم. اليوم المنظمة المتوسط للتنمية والإغاثة قامت بتقديم المساعدات والتواصل مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية. حسب إفادة المهاجرات 23 شخص كانوا على متنه والناجين هم 3 نساء فقط. تم انقاذهم؟ انقاذهم من قبل امن السواحل في عرض البحر قباله شاطئ مدينه صرمان. امن السواحل بصرمان قام بدور كبير، قام بانتشال وبانقاذ حياه المهاجرات، وقام اللي هي بنقلهم واسعافهم الى ونقلهم الى مقر الفرق. متعرضين لصدمه نفسيه كبيره، وان شاء الله يعني احنا كمنظمه بالتعاون مع المنظمات الدوليه قمنا بالدعم النفسي لهم وتقديم المساعدات الانسانيه لهم.